أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحابة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره، اللهم وواصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك، الذين قصدوا سمتهم وتحروا وجهتهم ومضوا على شاكلتهم لم يثنهم ريب في بصيرتهم ولم يختلجهم شك في قفو آثارهم والائتمام بهداية منارهم مكانفين وموازرين لهم يدينون بدينهم ويهتدون بهديهم يتفقون عليهم ولا يتهمونهم فيما أدوا إليهم. اللهم وصلي على التابعين من يومنا هذا وإلى يوم الدين، وعلى أزواجهم وعلى ذرياتهم وعلى من أطاعك منهم صلاة تعصمهم بها من معصيتك وتفسح لهم في رياض جنتك وتمنعهم بها من كيد الشيطان وتعينهم بها على ما استعانوك عليه من بر، وتقيهم طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير، وتبعثهم بها على اعتقاد حسن الرجاء لك والطمع فيما عندك وترك التهمة فيما تحويه أيدي العباد لتردهم إلى الرغبة إليك والرهبة منك وتزهدهم في سعة العاجل وتحبب إليهم العمل للآجل والاستعداد لما بعد الموت، وتهون عليهم كل كرب يحل بهم يوم خروج الأنفس من أبدانها، وتعافيهم مما تقع به الفتنة من محذوراتها وكبة النار وطول الخلود فيها، وتصيرهم إلى أمن من مقيل للمتقين.
بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى ندخل في مسألة جديدة وفي دليل عقلي جديد، وهو اقتضاء الحرمة للبطلان. المسألة السابقة لا ننسى كانت أيضا بعنوان اقتضاء، أو صح التعبير بأنه اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، هنا اقتضاء الحرمة للبطلان. هناك اقتضاء الوجوب للحرمة لحرمة الضد خاص أو عام، وهنا اقتضاء الحرمة للبطلان. في هذا العنوان عندي حرمة وعندي بطلان، والحرمة هي حكم تكليفي كالأحكام التكليفية الوجوب الاستحباب الكراهة الإباحة، هذا حكم تكليفي. إذن الحرمة حكم تكليفي، البطلان والصحة هي أحكام وضعية، هو حكم وضعي. البطلان حكم وضعي، ولا البطلان حكم وضعي والحرمة حكم تكليفي. هذه القضية تكون معروفة عندنا لهذه المرحلة. إذن الحرمة حكم تكليفي، البطلان حكم وضعي. الآن ماذا نقصد بالبطلان؟ عندي قسمان من البطلان، بطلان العبادة وبطلان المعاملة. إذن البطلان وهو حكم وضعي يقسم إلى قسمين، إلى بطلان العبادة وبطلان المعاملة. ماذا نقصد ببطلان العبادة؟ نقصد ببطلان العبادة أن العبادة غير صحيحة، أن العبادة غير مجزية، العبادة غير صحيحة، العبادة غير مجزية. طبعا ويستتبع هذا يجب الإعادة أو القضاء. قلنا الأحكام التكليفية يتعلق بها أحكام، الأحكام الوضعية تتعلق بها الأحكام التكليفية أو يترتب عليها أو يتفرع منها أي شيء أو يستلزمها. فهنا أيضا عندي حكم تكليفي هو أن العبادة غير مجزية، العبادة غير صحيحة، العبادة غير مجزية، العبادة باطلة. فالعبادة غير مجزية يستتبع هذا، فلا بد من الإعادة أو القضاء، فلا بد من وجوب الإعادة أو وجوب القضاء. إذا بطلان العبادة نقصد بأن العبادة غير مجزية، فلا بد وهذا يستلزم الإعادة أو القضاء. ماذا نقصد ببطلان المعاملة؟ هذا القسم الأول بطلان العبادة. بطلان المعاملة نقصد أن المعاملة غير مؤثرة ولا يترتب عليها المضمون. نقصد ببطلان العبادة أن المعاملة، عفوا، أن المعاملة غير مؤثرة. هذا البيع والشراء، بعت واشتريت أو قبلت البيع، هذا السبب للمعاملة، الصيغة، الإنشاء لو صح التعبير، لا تؤثر، لا توجد المسبب، لا توجد الأثر، لا يترتب عليها المسبب، لا يترتب عليها الأثر، لا يترتب عليها المضمون أو المدلول لو صح التعبير. إذن نقصد ببطلان المعاملة أن المعاملة غير مؤثرة لا يترتب عليه المضمون. إذن عرفنا الحكم، حكم الحرمة، وقلنا ما هي الحرمة؟ الحرمة حكم تكليفي والبطلان حكم وضعي. عندي بطلان عبادة إن العبادة غير مجزية، وبطلان معاملة إن المعاملة غير مؤثرة، فلا غير منتجة، غير ملزمة، غير منتجة ولا يترتب عليها المضمون. يأتي هنا بعد أن عرفنا هذه المعاني نطرح هذا الاستفهام، نقول إن التحريم بصورة عامة، إن التحريم هل يستلزم البطلان أو لا؟ إذا حرم الشيء، ونحن في الأحكام، إذا حرم الحكم
هل يستلزم البطلان أو لا؟ الجواب طبعا في الجواب نحتاج أن نفصل السؤال، نقول إذا حرم شيء، إذا حرم حكم، هل يستلزم تستلزم الحرمة البطلان؟ نقول الحرمة ليس فيها تقسيمات أو أقسام حتى نفرق ونقسم، وإنما البطلان قبل قليل قلنا يوجد بطلان عبادة وبطلان معاملة، إذن علي أن أخذ هذا التقسيم بنظر الاعتبار. فهنا أقول عندي هل التحريم يستلزم البطلان، والبطلان مرة للعبادة ومرة للمعاملة، إذن مرة تحريم العبادة ومرة تحريم المعاملة حتى أعرف الفرق بين الأمرين. إذن أقول للجواب عندي أولا وثانيا، أو لنقول السؤال يكون فيه فرعان، هل تحريم العبادة يستلزم بطلان العبادة، وهل تحريم المعاملة يستلزم بطلان المعاملة؟ إذا حرمت الصلاة في هذا الوقت، حرم صلاة الظهر في هذا الوقت في هذه الساعة، وثبت عندي حرمة الصلاة في هذه الساعة أو في هذا المكان، حرمة هذه الصلاة، حرمة هذا الفرد من الصلاة، حرمة صلاة الظهر، هذا الفرد من صلاة الظهر أو هذه الحصة من صلاة الظهر أو صلاة المغرب، فهل أن الحرمة تستلزم بطلان الصلاة بحيث لو أتيت بالصلاة تكون باطلة غير مجزية فعلي الإعادة أو القضاء، وفي المعاملة أجريت عقد بيع وشراء فحرم العقد، فإذا ثبت عندي حرمة العقد لو صح التعبير كما في حرمة العقود عند النداء في يوم الجمعة فذروا البيع، فلنقل كمثال للتطبيق وللتقريب، للتقريب وللتطبيق، نقول يحرم البيع، فلو أجري البيع، لو أجريت البيع أنت، فهل تقع المعاملة صحيحة؟ هل يترتب على هذا البيع الأثار وأنت تملك أنت البائع تملك الثمن وهو يملك الحاجة أو السلعة أو المثمن، ويكون البيع لازما أو يكون صحيحا فهو يترتب عليه هذه الآثار من الانتقال وال ملكية ونحوها؟ إذن عندي هذا الاستفهام، نأتي إلى الجواب. إذن الجواب يكون على فرعين، أولا تحريم العبادة هل يستلزم البطلان أو لا، والثاني تحريم المعاملة هل يستلزم البطلان أو لا. نأتي الجواب، أولا نقول ضمن هذه المرحلة إن تحريم العبادة، أولا تحريم العبادة يستلزم بطلانها. الجواب نقول أولا تحريم العبادة الآن، وثانيا سيكون تحريم المعاملة، فهنا تحريم العبادة يستلزم بطلانها. كيف؟ وذلك نعطي الدليل على تحريم العبادة ونقول وذلك أولا أن تحريم العبادة يعني عدم شمول الأمر لها، عندما تقول هذه تكون هذه العبادة محرمة فهذه العبادة لا يشملها الأمر لاستحالة اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد، فإذا هي محرمة وثبت عندي حرمة هذه العبادة فيستحيل أن يشملها الأمر أو أطلاق الأمر، فهي غير مشمولة بالأمر فتكون محرمة، إذن هي غير مأمور بها، فلو أتى بها المكلف لم يأتي بالمأمور به. إذن أن تحريم العبادة يعني عدم شمول الأمر لها لامتناع اجتماع الأمر والنهي، ومع عدم شمول الأمر لها لا تكون مجزية ولا يسقط بها الأمر،
أو لا يسقط بها فعلية الأمر، وهذا هو معنى البطلان. عدم الإجزاء هو معنى البطلان كما بينا. يبقى إشكال أيضا في هذه القضية، ونحن دائما أكدنا وكررنا عدة مرات، قلنا هذه المراحل التي يمر بها الحكم الشرعي، مرحلة الجعل ومرحلة المجعول لو صح التعبير، مرحلة الخطاب، مرحلة الإبراز. عندنا قلنا يمر الحكم الشرعي بمرحلة أو بعوالم، عالم الملاك، عالم الإرادة، عالم الجعل أو الاعتبار سميناه عالم الحكم الشرعي، وهناك صار عند الخطاب أو المجعول أو المبرز أو ما يرجع إليه. قلنا دائما عندي هذا الأمر يكون له تأثيرات في البحوث وفي منهج ومنهجة البحوث. فهنا نقول الأمر لا يشمل، وأيضا في البحوث السابقة أشرنا إلى مثل هذه التفريعات. الإشكال ماذا يقول؟ يقول الأمر لا يشمل، الوجوب لا يجتمع، لكني كما تذكرون في الوجوب الغيري ماذا كنا نتحدث عن استلزام في الوجوب واستلزام في الإرادة. هنا يقول لو ثبت بأن الحرمة لا تشمل بأن الوجوب عفواً أو الأمر لا يشمل هذه الصلاة، سقط الأمر، سقط الجعل، سقط الاعتبار، سقط الحكم، سقط الوجوب. هذه المرحلة الثالثة. لكن ممكن أن يقال بأن الملاك يبقى موجودا، فالذي يمتثل يدرك الملاك فتقع الصلاة صحيحة. يعني ما للتقريب لنقول تفصيل طبعا أكثر في المراحل اللاحقة. الإشكال لنصوغ الإشكال بصيغة أخرى، نقول أن للصلاة ملاك وإرادة وخطاب لو صح التعبير، ملاك وإرادة وجعل. الخطاب يكشف عن الجعل وعن الاعتبار، فنقول ملاك وإرادة وجعل أو اعتبار أو لنقل خطاب، فنقول بسبب تعلق الحرمة بهذه الصلاة يسقط عنها، نعم نقول يسقط عنها الجعل، الاعتبار، الخطاب يسقط، لكن الملاك يبقى ويوجد مصلحة في الصلاة وملاك وفائدة. فالمكلف عندما يمتثل يدرك الملاك فقد وقع الامتثال، وهذا هو المطلوب من الأمر. نقول إن قلت هذا هو الإشكال، إن الأمر أو الجعل أو الاعتبار غير شامل للصلاة، نعم هو غير شامل، لا يوجد خطاب بهذه، لا يوجد جعل لهذه الصلاة أو اعتبار بخصوص هذه الصلاة، لكن الملاك ممكن أن يكون شاملا للصلاة. وإذا كانت الصلاة واجدة للملاك ومستوفية للملاك سقط الأمر أو سقطت فعلية الأمر بها وحصل الامتثال، سقط الأمر، فمن أين يأتي بفعلية أمر حتى أمتثل مرة ثانية أو أقضي الصلاة؟ إذا تحقق الامتثال. نقول لا يوجد إشكال. ما هو الإشكال؟ نقول الكاشف عن الملاك ما هو الملاك؟ كيف نستدل عليه؟ نستدل عن الملاك بالخطاب، لكن بالخطاب بالدلالة المطابقية وبالالتزامية، هذا شرحناه سابقا. قلنا الخطاب المبرز يدل على الجعل، يدل على الجعل، يدل على الاعتبار، يدل على الحكم بأي دلالة؟ بالدلالة المطابقية، لكنه يدل على الإرادة وعلى الملاك، أي يدل على مبادئ الحكم بالدلالة الالتزامية. فإذا سقطت الدلالة مطابقية تسقط الدلالة الالتزامية، لا دليل على الدلالة الالتزامية لو صح التعبير ضمن هذا أو وفق هذا المبنى. فنقول لرد الإشكال أنه بعد عدم شمول الأمر، عدم شمول الخطاب، والخطاب يكشف
عن الاعتبار والجعل، أي عدم شمول الجعل، عدم شمول الصياغة، عدم شمول الحكم، عدم شمول الاعتبار، عدم شمول الخطاب لها. فلا دليل على شمول الملاك للصلاة، لأن الملاك إنما يعرف من ناحية الأمر، من ناحية الوجوب، من ناحية الخطاب، من ناحية الجعل، من ناحية الاعتبار، من ناحية الحكم. إذن دفعنا هذا الإشكال، إذن يبقى الدليل لو صح التعبير تاما. وما هو الدليل؟ قلنا الدليل أن الحرمة إذا تعلقت بهذه العبادة فلا يمكن أن يتعلق بها الأمر لاستحالة اجتماع الأمر والنهي، فيسقط الأمر تبقى الحرمة. إذن الامتثال أو لو أتى بهذا الفرد فهو غير مأمور به فلا يتحقق الامتثال. هذا البرهان، هذا الاستدلال يشمل الواجبات العبادية وغير العبادية، أي يشمل الواجبات العبادية والتوصلية، لأنه حتى الواجب التوصلي هو واجب يأمر به المولى، لكن لو تعلقت به الحرمة بالواجب، هو الواجب التوصلي لا يحتاج إلى قصد، يمكن يمتثل بدون قصد القربة، أو يصح الامتثال حتى لو لم يأتي بقصد القربة. فالواجب التوصلي لو تعلقت به الحرمة وثبت تعلق الحرمة بالواجب التوصلي، هل يمكن أن يتعلق به الوجوب؟ نقول لا يمكن، لأن يستحيل أن يجتمع الوجوب والحرمة على متعلق واحد. إذن هذا الواجب التوصلي غير مأمور به، فلو أتى به المكلف لا يكون قد امتثل الأمر لأن لعدم وجود الأمر. إذن هذا الدليل يشمل، أو هذا البيان وهذا الدليل يجري في كل واجب ويشمل الواجبات التعبدية والواجبات التوصلية. وما هو لنقل المناط أو المدرك أو القاعدة التي اعتمدنا عليها والأساس؟ هو استحالة اجتماع الأمر والنهي. وعلى هذا المبنى وصلنا إلى النتيجة، لأن هذا ما دام محرمين فهو غير واجب، لا يمكن يتعلق به الوجوب أو الأمر، استحالة اجتماع الأمر والنهي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، إذن الدليل الأول قلنا تحريم العبادة يعني شمول الأمر، لا عدم شمول الأمر لها لاستحالة اجتماع الأمر أو الوجوب والحرمة بعد أن ثبت حرمة هذه العبادة. نقول لو سلمنا الآن، دفعنا الإشكال قبل قليل على الدليل على الاستدلال الأول، نقول لو سلمنا بثبوت الإشكال، قلنا يسقط الخطاب، يسقط جعل، اعتبار، حكم يسقط، نعم. لكن لنقول نسلم مع صاحب الإشكال الذي طرح قبل قليل ونقول الملاك موجود، فهذا لو أتى بالصلاة لا يدرك الملاك فيكون قد امتثل. نقول لا، حتى لو قلنا بوجود الملاك لا يتحقق الامتثال، أيضا تقع العبادة باطلة. كيف؟ إذن الدليل الثاني نقول لو سلمنا بوجود الملاك في تلك العبادة المحرمة، نقول لكنها ما دامت محرمة ومبغوضة للمولى فلا يمكن التقرب بها نحو المولى، المولى يبغض هذا ولا يريد هذا ويريد المنع عن هذا ويمسك المكلف عن التقرب لهذا الأمر، فكيف يأتي المكلف يتقرب بالمولى بما يكره المولى؟ كيف يتقرب بالمولى بما يبغضه المولى؟ إذن يستحيل أن يتقرب المكلف للمولى أو يتقرب العبد إلى المولى بشيء يبغضه المولى. يقول لو سلمنا وجود الملاك في تلك العبادة المحرمة لكنها ما دامت محرمة ومبغوضة للمولى فلا يمكن التقرب بها نحو المولى، وعليه لا تقع عبادة فلا تصح ولا تجزع عن الأمر. لا تقع عبادة، لا يمكن التقرب، لاحظ، لا يمكن الإتيان بها بقصد القربة. التفت هنا، ليس نقول استحالة اجتماع أمر ونهي، لا، وإنما نقول هي نحن الكلام في العبادة، والعبادة تحتاج في هذا الحصة نقول تحتاج إلى قصد القربة. هل يمكن أن نتقرب إلى المولى
ونقول قرب إلى الله تعالى ونتقرب إلى المولى بفعل يبغضه المولى ولا يريده المولى، هذه كيف تحصل؟ هل العقل يقول بهذا ممكن؟ العقل يقول باستحالة هذا الأمر، لا يمكن التقرب إلى المولى بشيء يبغضه المولى. فإذا كانت هذه العبادة محرمة فالمولى يبغضها، لا يريدها، يزجر عنها، يمسك عنها، يمسك المكلف عن التشريع عنها. فكيف يتقرب المكلف إلى المولى بهذا الشيء المبغوض أو بهذا الفعل المبغوض؟ يستحيل أن يتقرب بهذا. فإذا أتى بها لا يتحقق القرب، لا يتحقق قصد القربة، فلا يقع الامتثال. لاحظ الآن في هذا البيان الثاني، في هذا الدليل الثاني، تحدثنا عن قصد القربة، قلنا لا يمكن أن نقصد القربة ونتقرب إلى المولى ما دامت مبغوضة. إذن هذا الدليل الثاني هل يشمل الواجبات التوصلية؟ تقول لا، لا يشمل الواجب التوصلي، الواجب التوصلي ليس به قصد القربة حتى نقول يتقرب بها إلى المولى ولا يتحقق قصد القربة، لأن الواجب التوصلي يتحقق الامتثال به حتى لو لم يأتي به المكلف بقصد القربة، قلنا حتى لو صدفة كما أعطينا الأمثلة هناك. كتطهير الثوب ونحوها من الواجبات التواصلية. إذن يختص هذا البيان الثاني بالواجبات العبادية، بينما البيان الأول والدليل الأول يشمل الواجبات العبادية والتواصلية. والدليل الأول ما هو كان؟ كان هو نتيجة الاستحالة، قلنا إذا ثبتت الحرمة وتعلقت بهذه الفعل أو بهذه العبادة فيستحيل أن يتعلق بها الوجوب باستحالة اجتماع الأمر والنهي، استحالة اجتماع الوجوب والحرمة على متعلق واحد. البيان الثاني نقول العبادة الواجب العبادي، الواجب التعبدي فقط ليس الواجب التوصلي. في الواجب التعبدي نقول حتى لو وجد الملاك ولم نستطع دفع الإشكال الذي سجل، نقول يوجد ملاك لكن مع وجود الملاك لا يمكن التقرب بها إلى الله، لأن قصد القرب لا يتحقق إلا بما يحب المولى، وإذا أتينا بما يبغضه المولى لا يتحقق قصد القرب. فإذا لا تتحقق العبادة لأنه يشترط به الواجب العبادي قصد القربة، وهنا لم نأتي بقصد القربة، لم نحقق قصد القربة، إذن لم يتحقق الامتثال. هذا أولا، انتهينا من تحريم إذن عندي في النتيجة تحريم العبادة يستلزم البطلان، تحريم العبادة يستلزم بطلان العبادة، أي لا تقع صحيحة وتكون غير مجزية فيجب عليه الإعادة أو القضاء حسب الموارد. نأتي إلى ثانيا الآن إلى تحريم المعاملة. تحريم المعاملة فيه صورتان، فيه تفصيل، فيه صورتان. الصورة الأولى المعاملة سبب ومسبب، سبب بعتك أو تقوى المقابل يقول قبلت أو اشتريت، هذا سبب. والمسبب ما يترتب على هذا هو حصول مضمون أو مدلول مضمون السبب أو مدلول السبب، حصول المسبب أو حصول الأثر أو ترتب الأثر على هذا السبب، هذا هو المسبب. أي يحصل الملكية، أنا أملك الثمن وأنت تملك العين بعدين أبيع عليك هذه العين وتقبل البيع، فتنتقل الملكية مني على هذه العين لك وينتقل ملك المال منك لي، فيكون المال ملكا لي وتكون العين ملكا لك، ترتب الأثر على السبب، هذا هو المسبب. فإذا مرة نقول تحريم المعاملة في صورتان، مرة المولى يحرم السبب ومرة يحرم المسبب. أو الصور المتصورة، إما أن يكون التحريم للسبب أو يكون التحريم للمسبب. إذن فيها أو فيه صورتان تحريم المعاملة. الصورة الأولى أولا، أو الصورة الأولى تحريم السبب المعاملي، تحريم السبب المعاملي يعني سبب المعاملة الذي يمارسه المتعاملان
كالإجابة والقبول، بعت وقبلت، بعت واشتريت. ضمن العناوين والمصطلحات المتداولة الآن نقول تحريم السبب المعاملي، تحريم السبب. الآن عرفنا ما هو السبب والمسبب بالنسبة للمعاملة، فتحريم السبب المعاملي أو سبب المعاملة في هذه الصورة، فإن تحريم السبب المعاملي لا يستلزم بطلان المعاملة. ماذا نقصد لا يستلزم بطلان المعاملة؟ أي الأثر يترتب، المضمون يتحقق، المعاملة أو هذا السبب يكون حتى لو حرم السبب يكون مؤثرا فينتج، فيكون المضمون متحققا ويترتب المضمون ويترتب الأثر حتى لو حرم السبب، حتى لو حرم السبب. ممكن أو لا ممكن أو غير ممكن، نكون ممكن المولى يحرم السبب ويقول لو أتيت بالسبب رتب الآثار، لا إشكال في هذا، لكنك ارتكبت الإثم بالإتيان بهذا السبب بالرغم من ترتب هذا، أنت يحرم عليك هذا ويرتب الآثار، وهذا ليس بغريب واقع وهو وجداني الوقوع. كما في الظهار، الظهار محرم، وبالرغم من حرمة الظهار، لنقل ولو تسامحا، بالرغم من حرمة إيقاع الظهار، بالرغم من حرمة سبب الظهار، لكنه لو أوقع، لكن المكلف لو أوقع السبب وأوقع الظهار ترتب الأثر، ويجب عليه الالتزام بمضمون الظهار وبالأثر الذي يترتب على الظهار وعلى سبب الظهار. فالعقل يدرك إمكان صدور شيء من المكلف مبغوضا للمولى، ولكنه إذا صدر المولى يقول لا التزم بالآثار، ولكنه إذا صدر ترتب عليه بحكم الشارع أثره الخاص به. إذن تحريم المعاملة، تحريم السبب المعاملي لا يستلزم تحريم، لا يوجد استلزام، لا يوجد ضرورة. نعم لو ثبت التحريم هذا شيء آخر، لكن حسب القاعدة وحسب الإمكان العقلي نقول لا ضرورة في تحريم لا ضرورة في بطلان المعاملة إذا حرم السبب. فتحريم السبب المعاملي لا يستلزم بطلان المعاملة. الآن نأتي إلى تحريم المسبب، أي تحريم التمليك في البيع والشراء، تحريم الآثار المترتبة على ذلك، على السبب، على ذاك السبب. إذن تحريم المسبب أي تحريم التمليك الحاصل نتيجة السبب في البيع والشراء مثلا. هنا يوجد قولان، قالوا بأن تحريم المسبب يستلزم بطلان المعاملة، وقالوا خلاف هذا القول، قالوا بأن تحريم المسبب لا يستلزم بطلان المعاملة. هذا قول أول، قالوا تحريم المسبب يستلزم بطلان المعاملة، وقالوا القول الثاني تحريم المسبب لا يستلزم بطلان المعاملة. مثلا عندي تحريم السبب يستلزم بطلان المعاملة، نقول لا تحريم السبب لا يستلزم بطلان المعاملة. تحريم المسبب يستلزم أو يستلزم، نقول فيه قولان، قول تحريم المسبب يستلزم بطلان المعاملة، وقول الآخر يقول تحريم المسبب لا يستلزم بطلان المعاملة. كل واحد له دليل، وكل واحد المفروض يبطل دليل المقابل ويطرح ما عنده. نقول في تحريم المسبب يوجد قول أكثر من، لا نقول قول ثالث، لكن ممن يقول بأن تحريم المسبب لا يستلزم بطلان المعاملة، بل يقول أكثر من هذا، البعض يقول أكثر من هذا. ماذا يقول؟ يقول تحريم المسبب ليس فقط لا يستلزم بطلان المعاملة، بل أكثر من هذا. التفت جيدا، يقولون بأن تحريم المسبب يستلزم صحة المعاملة،
لاحظ الدقة في العبارة. إذن القول الأول تحريم المسبب يستلزم بطلان المعاملة، القول الثاني يقولون تحريم المسبب لا يستلزم بطلان المعاملة. بعض أصحاب القول الثاني يقولون أكثر من هذا، يقولون بأن تحريم المسبب ليس فقط لا يستلزم بطلان المعاملة، بل أن تحريم المسبب يستلزم صحة المعاملة. لماذا؟ يقولون التحريم والوجوب كحكم شرعي، وتحدثنا عن سابقا في القدرة واشتراط القدرة، يشترط في التحريم يشترط أن يكون متعلق الحرمة أو متعلق الوجوب، يشترط فيه القدرة أو لا يشترط فيه القدرة. تحدثنا سابقا قلنا يشترط فيه القدرة، فيجب أن يكون مقدورا. فعندما نقول يحرم، عندما نقول تحريم المسبب، فيجب أن يكون المسبب مقدورا أو غير مقدور، الأثر يجب أن يكون مقدورا أو غير مقدور. نقول الأثر المضمون الملكية المترتبة، الأثر المترتب يجب أن يكون مقدورا حتى تتعلق به الحرمة. واضحة هذه المقدمة الأولى؟ نقول لي قد يقال أن التحريم المذكور يستلزم الصحة، وذلك أولا لأن التحريم لا يتعلق بغير المقدور، فيجب أن يكون متعلقا بالمقدور. فإذا المسبب يجب أن يكون مقدورا، الأثر يجب أن يكون مقدورا، التمليك يجب أن يكون مقدورا، نقل الملكية يجب أن يكون مقدورا، المضمون مضمون المعاملة وما يترتب عليها يجب أن يكون مضمونا. نحن انتقال ملكية هذا اعتبار عقلائي أو اعتبار الشارع، هو بنفسه يترتب بالضرورة، لكن هو على أي شيء يترتب ومن أي شيء يترتب وكيف يحصل وما هو منشأه؟ منشأه السبب، العقد، الإجابة والقبول. فحتى يكون المسبب مقدورا يستطيع أن يوقع المسبب، يستطيع أن يوقع الأثر، حتى يستطيع المكلف أن يوجد ويحقق الأثر، يحقق الملكية، يحقق النقل والانتقال. متى يستطيع أن يحقق النقل والانتقال؟ عندما يستطيع أن يأتي بأي شيء بالسبب، بالإجابة والقبول، بالعقد وأكثر من هذا. وعندما يكون العقد صحيحا ونافذا، يعني لو قلنا بأن السبب غير نافذ أو أن المكلف يعجز عن الإتيان بالسبب، لا يستطيع أن يجري العقد، نتحدث بالأثر، يقع الأثر ولا يقع؟ نقول لا يقع الأثر، فالأثر غير مقدور. عندما نقول يستطيع أن يأتي، له قدرة تكوينية على الإتيان بالسبب، لكن المولى يمنع ويقول السبب هذا حرام وهذا السبب غير صحيح، فإذا السبب غير صحيح يترتب عليه الآثار، لا نقول يحرم، لأن قلنا قبل قليل إذا حرم لا تستلزم البطلان، لكن نقول هذا السبب باطل وغير صحيح وغير جاري، فيتحقق المسبب؟ نقول لا يتحقق، لا يترتب عليه. فإذا لا يكون المسبب مقدورا إلا إذا كان السبب مقدورا وصحيحا، ومقدورا وصحيحا. حتى نقول تحقق المسبب فمقدورا المكلف على تحقيقه، فهنا نقول يحرم. إذن لا تتحقق الحرمة بشيء إلا إذا كان مقدورا. وإذا قلنا ببطلان المسبب، فإذا نحن نسلب القدرة من المكلف، هو يريد أن يحقق الأثر، يريد أن يرتب الأثر، أتى بالسبب لتحقيق الأثر، إذن هو يقدر. عندما نقول يقدر أن يحقق المسبب ويأتي بالأثر ويرتب الآثار، هو قادر. عندما نقول قادر، إذن يستطيع أن يأتي بالسبب ويحقق المسبب وينتج الأثر، ويستطيع لا يأتي بالسبب فلا يحقق الأثر. هذه القدرة صح أو ليس أم ليس بصحيح؟ نقول صحيح. إذن الآن نقول لو قلنا بأن الشارع، نقول الحرمة تستلزم بطلان المسبب،
عندما نقول بطلان المسبب يعني سلبنا القدرة من المكلف، لأن القدرة هو القدرة على الصحة، الاتيان بالمسبب الصحيح وعدم الاتيان بالمسبب. فإذا قلنا سلبنا ولا يستطيع ولا يقدر المكلف أن يأتي بالمسبب، لأن الشارع حرم والحرمة تستلزم البطلان، فالمسبب باطل على كل حال، إذن المكلف غير قادر على تحقيق المسبب، ولا يمكن أن تتحقق الحرمة بغير المقدور، والحرمة يجب أن تتحقق بالمقدور. إذن المكلف قادر على تحقيق المسبب، قادر على ترتيب الأثر، يأتي بالسبب فيترتب الأثر وتتحقق الملكية والنقل والانتقال في المثال. طبعا التفت إلى هذه. إذن نقول تحريم المسبب أي تحريم التمليك الحاصل نتيجة السبب، قلنا يقال بأن تحريم المسبب يستلزم البطلان، هذا القول الأول بطلان المعاملة، والقول الثاني تحريم المسبب لا يستلزم البطلان، والبعض قال بل أكثر من عدم استلزام بطلان، قالوا أن التحريم المذكور يستلزم الصحة. لماذا؟ لأن أولا التحريم لا يتعلق بغير المقدور، فهو يتعلق بالمقدور، والمسبب لا يكون مقدورا إلا إذا كان السبب نافذا، إلا إذا كان السبب نافذ إذن هو يقدر على تحقيق المسبب. فإذن في البداية نسلم بأن السبب نافذ، والسبب يحقق الأثر، والسبب يرتب الأثر. إذا حقق السبب الأثر وحقق السبب المؤثر ورتب السبب الأثر وترتبت الآثار وتحقق النقل والانتقال، إذن المعاملة وقعت، والمولى يحرم هذه المعاملة التي وقعت والتي وقعت والتي ممكن أن تقع حسب قدرة المكلف، لأن التحريم لا يتعلق بغير المقدور فهو يتعلق بالمقدور، والمسبب لا يكون مقدورا إلا إذا كان السبب نافذا، والمسبب لا يكون مقدورا إلا إذا كان السبب نافذا، فتكون المعاملة تامة إذن، يعني يستطيع المكلف على إتمام المعاملة وهو قادر على إتمام المعاملة وتحقيق السبب والمسبب. وهذا يعني أن تحريم المسبب يستلزم نفوذ السبب وصحة المعاملة، هذا ضمن استلزام الحرمة للبطلان. فالنتيجة تحريم العبادة يستلزم البطلان، تحريم المعاملة على قسمين، تحريم السبب لا يستلزم البطلان، تحريم المسبب يوجد قولان، قول يقول تحريم المسبب يستلزم البطلان، وتحريم المسبب القول الثاني يقول لا يستلزم البطلان، وأكثر من هذا قالوا تحريم المسبب يستلزم الصح كما بينا. الآن ما دام الكلام في اقتضاء الحرمة للبطلان، حرمة وبطلان أي نهي وبطلان، قال يوجد بعض النواهي في الشرع هي ليست تكليفية، يوجد نهي وصيغة نهي لكنها ليست تكليفية، أشرنا لهذا في بحث السابق أو في المرحلة السابقة، وهو المسمى بالنهي الإرشادي، وهذا أيضا له علاقة بالمقام. نقول هنا النهي، هناك الحرمة تستلزم البطلان، هنا نقول النهي الإرشادي هل يستلزم البطلان أو لا؟ الآن نتحدث، نقول تحت عنوان النهي الإرشادي عرفنا أن النهي التكليفي هو الذي يستعمل لإفادة التحريم في العبادات وفي المعاملات الذي تحدثنا عنه قبل قليل، هذا التحريم الذي تحدثنا عنه السابق قبل قليل في هذا البحث. نأتي إلى النهي الإرشادي، النهي الإرشادي وهو الذي لا يستعمل لإفادة التحريم، إذن يستعمل لأي شيء، بل يستعمل لاحظ لإفادة أن هذا المتعلق هو نهي يتعلق بشيء، هذا النهي يفيد أن هذا المتعلق مانع عن شيء، أو يفيد أن هذا المتعلق هو شرط في الشيء. إذن النهي الإرشادي يفيد أن متعلق النهي أما مانع أو شرط، فإذا مانع فيشترط عدم المانع لتحقيق العلة المعلول أو الأثر على العلة أو ترتب الأثر على العلة والمعلول، يشترط عدم المانع، وإذا شرط يشترط تحقق الشرط. طبعا بالمثال ستكون أوضح القضية. والنهي الإرشادي في هذه الحالة إذا نقول يبين يقول هذا مانع،
هذا مانع وهذا شرط. فإذا هذا مانع عن العبادة إذن تكون باطلة عبادة، وهذا يمنع عن العبادة إذن باطلة. هذا النهي يبين ما مانعية هذا الشيء عن العبادة، وهذا النهي يبين شرطية هذا الشيء في العبادة. فإذا لم يأتي بالشرط العبادة باطلة، وإذا أتى بالمانع فالعبادة باطلة. وأيضا في المعاملة، إذا لم يأتي بالشرط فالمعاملة باطلة، وإذا أتى بالمانع، المانع عن المعاملة، إذن المانع عن صحة المعاملة، إذن المعاملة إذن غير صحيحة وباطلة. يقول والنهي الإرشادي في هذه الحالة يدل على البطلان باعتبار هذا النهي إرشادا إلى المانعية أو الشرطية، والمركب المشروط يختل. طبعا المشروط يعني المركب من المشروط والشرط من ذات الشيء والشرط، لو صح التعبير من الفعل والشرط. طبعا إذا انتفي الشرط ينتفي الكل، وإذا كان أيضا مركب كما نقول من المقتضي والشرط وعدم المانع، فإذا لم يحقق عدم المانع بل أتى بالمانع أيضا تكون العلة غير تامة، فلا يترتب عليه الأثر المعرفي فتكون أيضا باطلة. يقول والنهي الإرشادي في هذه الحالة يدل على البطلان باعتباره إرشادا إلى المانعية أو الشرطية، والمركب يختل بوجود المانع أو فقدان الشرط. مثال: لو قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، لاحظ لا تصلي هذا نهي، فيما لا يؤكل لحمه النهي عن الصلاة في غير مأكول اللحم، هذا ماذا يدل؟ لا تصلي في ما لا يؤكل لحمه. لنوضح المثال أكثر، نقول لا تصلي بلباس أو بثوب مما لا يؤكل لحمه، هذا يدل نهي إرشادي لأي شيء. إرشادي يدل على أن اللباس أو الثوب المصنوع من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، فهذا الثوب مما لا يؤكل لحمه مانع عن الصلاة، مانع عن صحة الصلاة. إذن لبس ما لا يؤكل لحمه يمنع عن الصلاة، فهذا نهي إرشادي إلى مانعية الثوب من غير مأكول اللحم. المثال الآخر، لا تبع إذن هذا هنا إرشاد إلى المانعية، نأتي إرشاد إلى الشرطية. لا تبع بدون كيل، نهي عن البيع بدون كيل، وهذا نهي إرشادي يدل على أي شيء. لاحظ لا تبع بدون كيل، هذا نهي إرشادي يدل على شرطية الكيل، سأرجع خطوة الآن في المثال صارت واضحة القضية. هناك لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، نهي إرشادي إلى مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه، إثبات المانعية. إذن القضية واضحة لإفادة مانعية متعلق النهي، إذن النهي الإرشادي يستعمل لإفادة مانعية متعلق النهي، أو يستعمل لاحظ لإفادة شرطية، ليس شرطية المتعلق وإنما لإفادة شرطية نقيض المتعلق. كيف؟ في المثال نرجع، لذلك قلنا نذكر المثال حتى تكون قضية واضحة. في المثال لا تبع بدون كيل، النهي عن البيع تعلق بأي شيء؟ تعلق بلاحظ دون كيل، أي تعلق بالكيل أو نقيض الكيل، تعلق بنقيض الكيل، تعلق بعدم الكيل، فقط التفت إلى هذه، لا تبع مع عدم الكيل. إذن النهي عن البيع تعلق بعدم الكيل، لاحظ تعلق بنقيض الكيل. ونحن ماذا نقول؟ نقول النهي الإرشادي إما يرشد لإفادة مانعية متعلق النهي، مانعية نفس المتعلق، أو لإفادة شرطية، لاحظ لإفادة شرطية نقيض المتعلق،
نقيض المتعلق. كيف هنا المتعلق في المثال لا تبع بدون كيل؟ ما هو الذي بيناه في المثال؟ وهو عدم الكيل. نقيض عدم الكيل ما هو؟ الكيل. إذن يثبت عندي شرطية الكيل، من هنا أتى شرطية الكيل. التفت إلى هذه النقطة. إذن النهي الإرشادي يستعمل لإفادة مانعية متعلق النهي، وبينا ماذا نقصد بالمتعلق في المثال، وأيضا يفيد لإفادة ليس شرطية المتعلق، وإنما لإفادة شرطية نقيض المتعلق. وفي المثال كان المتعلق هو عدم الكيل أو دون الكيل، بدون كيل. نقيض بدون كيل هو الكيل، إذن يثبت شرطية النقيض وهو شرطية الكيل. نقرأ الآن حتى ننهي هذا الموضوع. اقتضاء الحرمة للبطلان. الحرمة حكم تكليفي، والبطلان حكم وضعي، وقد توصف به العبادة. وقد توصف البطلان، الحرمة حكم تكليفي والبطلان حكم وضعي، وقد توصف به العبادة وقد توصف به المعاملة. ويراد البطلان طبعا، البطلان للعبادة والبطلان بالمعاملة. الآن نقول، وطبعا الحرمة تتعلق بحكم، تتعلق أيضا ب كما بينا قبل قليل، تتعلق بحرمة، تتعلق بالأحكام وهي حكم تكليفي، تتعلق بالأحكام أو لها علاقة أو ترجع إلى الأحكام التكليفية، وقلنا لا قسم فيها، وإنما البطلان كان فيه قسمة بلحاظ العبادة والمعاملة. أما الحرمة فهي حكم تكليفي، إما حرمة عن المعاملة أو حرمة عن العبادة مباشرة. ويراد ببطلان العبادة أنها غير مجزية. لاحظ، يعني الحرمة إما حرمة عبادة وما حرمة معاملة، لكن هي تبقى الحرمة حرمة تكليفية. والبطلان إما هو حكم، والبطلان أيضا قلنا هو حكم وضعي، ولكن أيضا قد يوصف فيه أو توصف به العبادة وقد توصف به المعاملة، كما أن الحرمة التكليفية تتعلق بالعبادة مرة وبالمعاملة مرة. إذن الحرمة حكم تكليفي والبطلان حكم وضعي، قد توصف به العبادة وقد توصف به المعاملة. ويراد ببطلان العبادة أنها غير مجزية. بطلان العبادة كما بينا أنها غير مجزية، ولا بد من إعادتها أو قضائها. ونقصد ببطلان المعاملة أنها غير مؤثرة ولا يترتب عليها مضمونها. وقد وقع الكلام في أن التحريم هل يستلزم البطلان أو لا. نأتي أولا تحريم العبادة، نتحدث أول مرة عن تحريم العبادة وبعد ذلك نتحدث عن تحريم المعاملة. تحريم العبادة، أما تحريم العبادة فيستلزم بطلانها، وذلك لماذا؟ أولا فلأن تحريمها يعني عدم شمول الأمر لها، لأن التحريم لا يمكن أن يجتمع معه النهي. لا، التحريم عفوا هو النهي، لا يمكن أن يجتمع معه الوجوب أو الأمر. فلأن تحريمها ذاته بدأ التحريم يعني عدم شمول الأمر لها، لامتناع اجتماع الأمر والنهي، ومع عدم شموله، مع عدم شمول الأمر لها لا تكون مجزية ولا يسقط بها الأمر، وهو معنى البطلان. الإشكال، فإن قيل أن الأمر غير شامل ولكن لعل ملاك الوجوب شامل لها، وإذا كانت واجدة للملاك ومستوفية له فيسقط الأمر بها، قلنا أنه بعد عدم شمول الأمر لها لا يوجد جعل، لا يوجد اعتبار، لا يوجد صياغة، لا يوجد خطاب لو صح التعبير، لا دليل على شمول الملاك لها، لأن الملاك إنما يعرف من ناحية الأمر. الأمر يدل على الخطاب، يدل على الأمر بالمطابقة، يدل على الوجوب، يدل على الحكم، يدل على الاعتبار بالمطابقة، ويدل على الملاك بالالتزام. وهذا البيان كما يأتي في العبادة، هذا البيان يشمل الواجبات العبادية والتوصلية، كما يأتي في العبادة المحرمة يأتي أيضا في كل مصداق لطبيعة مأمور بها، سواء كان الأمر تعبديا أو توصليا. يقول، أما ثانيا، في لأننا نفترض مثلا أن الملاك، هذا الدليل الثاني الذي يختص بالعبادات، فلأن الملاك، لنقول نسلم بالإشكال، فلأننا نفترض مثلا أن الملاك موجود في تلك العبادة المحرمة، ولكنها ما دامت محرمة ومبغوضة للمولى فلا يمكن التقرب بها نحو المولى، فلا يمكن التقرب بها نحوه، ومعه لا تقع عبادة، لا يتحقق قصد القربة بالمبغوض، ومعه لا تقع عبادة لتصح وتجزي عن الأمر. وهذا البيان يختص بالعبادات، هذا ثانيا يختص بالعبادات، ولا يجري في غيرها، لا يجري في الواجبات التوصلية. اكتب هذه في غيرها، في الواجبات التوصلية، لا يجري في الواجبات التوصلية. الآن نأتي إلى تحريم المعاملة. وأما تحريم المعاملة فتارة يراد به أولا تحريم سبب المعاملة، وبعد ذلك تحريم السبب، تحريم المسبب.
فتارة يراد بها أولا تحريم السبب المعاملي الذي يمارسه المتعاملان وهو الإجابة والقبول مثلا، وأخرى ثانيا يراد به تحريم المسبب، إما تحريم السبب أو تحريم المسبب، أي التمليك المسبب أي التمليك الحاصل نتيجة ذلك الأثر المترتب. نقول ففي الحالة الأولى تحريم السبب المعاملي لا يستلزم تحريم السبب بطلان وعدم الحكم بنفوذه، لا يستلزم تحريم السبب بطلان السبب وعدم الحكم بنفوذه، كما لا يستلزم صحة السبب ونفوذ السبب، لا يستلزم هذا. ولا يأبى العقل عن أن يكون صدور شيء من المكلف مبغوضا للمولى، ولكنه إذا صدر ترتب عليه بحكم الشارع أثره الخاص، ترتب عليه بحكم الشارع أثره الخاص به، كما في الظهار فإنه محرم ولكنه نافذ ويترتب عليه الأثر، وفي المثال القضية تكون واضحة جدا. وفي الحالة الثانية أي تحريم المسبب، قد يقال إن التحريم المذكور قلنا أما قالوا بالاستلزام استلزام بطلان، قالوا بعدم استلزام بطلان، بل قالوا أكثر بالصحة، هذا يذكر الصحة. قد يقال إن التحريم المذكور يستلزم الصحة أكثر من عدم البطلان، بل يستلزم الصحة. فقد يقال إن التحريم المذكور يستلزم الصحة لأنه أي لأن التحريم لا يتعلق إلا بالمقدور، ولا يكون المسبب مقدورا إلا إذا كان السبب نافذا، فتحريم المسبب يستلزم نفوذ السبب وصحة المعاملة كما بينا هنا. وينبغي التنبيه، يتحدث عن النهي الإرشادي إلى الشرطية والمانعية، وينبغي التنبيه هنا على أن النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل لا لإفادة التحريم، يعني ليس كحكم تكليفي، بل لإفادة مانعية، لاحظ، بل لإفادة أولا مانعية متعلق النهي، ضع خطا تحت متعلق النهي، لإفادة مانعية متعلق النهي، أو ثانيا شرطية نقيضه، ضع خطا تحت نقيضه، نقيض متعلق النهي كما بينا خلال الشرح. وفي مثل ذلك لا أشكال في أنه يدل على البطلان، كما في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، الدال على مانعية أي شيء، مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه، أو لا تبع بدون كيل، الدال على شرطية الكيل ونحو ذلك، ودلالته على البطلان باعتباره إرشادا إلى المانعية أو الشرطية، ودلالته على الطالب باعتباره إرشاد المانعية أو الشرطية، ومع وجود المانع لا يتحقق المركب، ومع عدم وجود الشرط أيضا لا يتحقق المركب. ومن الواضح أن المركب يختل بوجود المانع أو فقدان الشرط، ولا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفية للبطلان، هذا ليس له علاقة بالحرمة التكليفية وليس له علاقة بالاستلزام، وإنه إرشاد لشرطية وإرشاد لمانعية، مع الشرط يتحقق، مع عدم الشرط لا يتحقق المركب، مع وجود المانع لا يتحقق المركب، مع عدم وجود المانع يتحقق. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.